الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سميرة عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. نحتاج استراتيجية بعيدة المدى، فيها أهداف، فيها رؤى، فيها فعلا برنامج زمني. استراتيجية منشودة للاقتصاد، والنفط يعكس المسار. إذا لم يكن هذا الأمر موجود فلنا احنا الحق بالمساعدة السياسية مع الوزير. لا للوزن النسبي، لا للوزن النسبي، لا للوزن النسبي. الوزن النسبي بين التهديد النيابي والاحتجاج الطلابي. أول انتخابات بحرينية منذ التحركات الاحتجاجية. هذيل المادتين هما يعني يجرون العنف. الشريعة الإسلامية جعلت عقوبات رادعة، أي واحد يتعدى على الآخر فإن له حق القصاص. دوافع العنف النفسية ممزوجة بغياب التربية الدينية. التراث الفلسطيني يرحل بالذاكرة على أجنحة المجد. فرصة استثنائية لتجربة أحدث طرازات BMW. الكويت بحاجة إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على أهداف محددة واضحة لتحريك الاقتصاد، وهي رؤية ومطلب النائب فيصل الكندري الذي رد في تصريح للراي على استفسارات وتوجهات النواب حيال التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط. كما أضاف الكندري بأن البحث عن بدائل للنفط بات واجبا ملحا. خلينا نتكلم بواقعية، نحتاج استراتيجية بعيدة المدى، فيها أهداف، فيها رؤى، فيها فعلا برنامج زمني على ضوء تنتهي هالمشاريع. نبي نحرك الاقتصاد بالبلد، نبي ننتعش سوق الأوراق المالية بتعديل قانون أسواق المال، أمور كثيرة. إذا نبي احنا فعلا نرشد هذا الأمر، لا تعال، أنا ما زلت أصر على تنويع مصادر الدخل ومتمسك فيها. إلى ذلك عكس برميل النفط الكويتي مساره التنازلي ليرتفع بمقدار دولار وواحد وأربعين سنتا، مستقرا عند مستوى 73 دولارا وخمسة وستين سنتا. وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس لتسجل أول مكسب أسبوعي لها في شهرين، بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة وتكهنات بأن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ربما تتفق الأسبوع المقبل على خفض إنتاج النفط. العشرات من طلبة الثانوية اعتصموا في ساحة الإرادة للمطالبة بإلغاء قرار الوزن النسبي الذي اعتمدته وزارة التربية بدءا من الصف العاشر لتقدير النسبة المئوية، وذلك بحضور أولياء الأمور ورئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب عودة للرويعي، والذي أكد للراي بأن الوزير وعد بإلغاء القرار الوزاري، مشيرا إلى أن العملية التربوية برمتها تحتاج إلى تغيير جذري. وفي الشأن التربوي استحدثت الوزارة مقرر تاريخ الكويت والتربية الوطنية للصف العاشر. الوزن النسبي ظالم، الوزن النسبي ظالم. الوزير وعد بأنه يعني استجابة طيبة، وإن شاء الله بكرة الأحد نستبشر خير بأنه يصدر قراره بإلغاء هذا الأمر والأثر أو التبعات لهذا القرار. إذا لم يكن هذا الأمر موجود فلنا احنا الحق بالمساعدة السياسية مع الوزير، هذا فيما يخص هذه القضية. العملية التربوية عندنا برمتها تحتاج إلى ثورة، تحتاج أيضا إلى تعديل، وهذه الأمور
تبدا من تغيير القيادات التربويه اللي بالفعل اصبحت عبء على العمليه التربويه، فلا هي اللي تقدم الشيء الصحيح ولا يتقدم المأمول فيه. اصبحت الكويت من الدول للاسف ان صح التعبير في 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 اخر الركب مع اخواننا واشقائنا في دول الخليج من حيث المستوى التعليمي والمستوى التربوي وايضا المنشآت وايضا البحث العلمي. إلى مملكة البحرين، حيث شهدت اليوم أول انتخابات عامة تشريعية وبلدية منذ التحركات الاحتجاجية في مارس عام 2011، وقد أغلقت صناديق الاقتراع مساء اليوم في الانتخابات التي يتنافس فيها نحو 266 مرشحا على المقاعد 40 بمجلس النواب، وسط دعوات للمقاطعة أطلقتها المعارضة والتي كانت قد فازت ب 18 مقعدا في الانتخابات التي جرت عام 2010 قبل أن يستقيل نوابها فيما بعد. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المنامة مراسلنا راشد الهلفي. أولا راشد، كيف جرت العملية الانتخابية في البحرين سيما وأنها تكتسب أهمية خاصة هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير سميرة ومساء الخير على المشاهدين الكرام. بداية شكرا لمملكة البحرين الشقيقة على استقبال الحفاوة، وشكرا للقائمين على تنظيم هذه الانتخابات، حيث تشهد اليوم 22 نوفمبر مملكة البحرين الشقيقة يعني فرحة شعبية ديمقراطية. بلغ عدد الناخبين 349,000، أو عدد الناخبين هو 349,317 ناخب، وعدد المرشحين 266 من بينهم 16 امرأة، وعدد المقاعد النيابية 40 مقعد، مقسمة على 4 دوائر انتخابية: الشمال والجنوب والمحرق والعاصمة. وبدأت الانتخابات وصناديق الاقتراع الساعة 8 صباحا، وكان من المفترض أن تقفل الصناديق الساعة 8 مساء مثل ما تفضلتي، ولكن رأت اللجنة العليا المنظمة للانتخابات تمديد وقت الاقتراع حتى الساعة 10 مساء، وذلك وفق ما جاء على لسانه بأن الإقبال شديد، ويعد ذلك طبعا هو مخالف للقانون كما جاء على لسان المدير التنفيذي للانتخابات المستشار عبد الله بن حسن البوعينين قبل هذا القرار. ومع ذلك إلا أن الإقبال جدا ممتاز منذ ساعات الصباح الأولى. نعم راشد، حول نسبة المشاركة، هل كان لدعوات المعارضة بمقاطعة الانتخابات أي تأثير واضح على نسب المشاركة؟ نعم، المشاركة جدا يعني الأعداد تتفاوت على صناديق الاقتراع، والأعداد كبيرة، لذلك رأت اللجنة المنظمة العليا للانتخابات تمديد وقت الانتخابات حتى الساعة 10، ورغم التهديد والوعيد أيضا من قبل البعض من الطرف المقاطع للانتخابات، وهذا لا نذيع سرا هنا كما جاء على لسان أيضا المدير التنفيذي للانتخابات مستشار عبد الله بوعيني، أن هناك مرشحين أعلنوا انسحابهم من الانتخابات أثناء فترة الانسحابات، وصرحوا بأنهم تعرضوا إلى تهديد، وقال من تعرض للتهديد عليه أن يتقدم للجنة العليا بكتاب رسمي حتى تتخذ الإجراءات اللازمة. وعلى صعيد آخر سميرة، أن توجه تلفزيون الراي بسؤال إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية سعادة الشيخ راشد بن خليفة حول موضوع مزوجي الجنسية وموقف الدولة تجاههم، وهل هناك تعاون خليجي لتوحيد القرارات اتجاه مزدوجي الجنسية. أجاب بأن كل بلد خليجي له الحق في البحث في هذا الموضوع واتخاذ ما يراه مناسب. بالنسبة لمملكة البحرين لا تمنع حمل جوازين بمعنى الازدواجية، ولكن من حقنا كدولة أن نعرف أسماء المزوجين، وبالنسبة لتوحيد معالجة هذا الملف خليجيا أي ملف الازدواجية نبحث لوضع آلية متفق عليها خليجيا. نعم، متى راشد من المتوقع أن يتم إعلان النتائج فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية؟ النتائج هو صناديق الاقتراع ستقفل الساعة 10 حسب ما أعلنت اللجنة العليا المنظمة للانتخابات، والمتوقع أن نتيجة الانتخاب ستظهر في الساعة تقريبا 1 إلى 2 ليلا صباحا. نعم، الزميل راشد الهلفي، شكرا جزيلا لك. في الكويت، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية محمود العبد الهادي أن الوزارة أصدرت 2297 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بمعدل 230 وثيقة شهرياً.
انتشرت في الأوساط المحلية مؤخراً ظاهرة العنف بين الشباب بعد أن توالت حوادث الاعتداءات والاشتباكات في المجمعات التجارية. ابتسام رمال لخصت أهم الأسباب الكامنة خلف انتشار الظاهرة والحلول في التقرير التالي. مما يعشف له ما بدأنا نشهده من ازدياد لظواهر سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على مجتمعنا. انتشار ظاهرة العنف بين الشباب في المجمعات التجارية ظاهرة اخترقت السلم الأهلي في الكويت، والأسباب كثيرة وأهمها المخدرات. صايرة مع الشباب أعتقد هو انتشار المخدرات، وأهم أنواع المخدرات المنتشرة الآن واللي قد تكون هي السبب في هذا الموضوع هو الشبوش كما تعرفه. الشبو هو منشط مثل الكابتي اللي منتشر. هذيل المادتين هما يعني يجرون العنف. كذلك استخدام المنشطات، أي واحد معضل بالأبني ولا في أي مكان، هل أخذت منشط اللي هو الكورتيزون البناء؟ يقول لك نعم خذه. هذا الدواء أو هذه الحقن هي بحد ذاتها مثيرة للعنف. بعض الشباب عندهم مشكلة نفسية، هو عنده مشكلة نفسية غير الإدمان، فيكون عندهم اكتئاب، عنده خلينا نقول ذهان. التوعية ونشر التسامح من أهم الأسس التي تساهم في مكافحة العنف بين الشباب، والموعظة أيضا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى الرفق، وهذه السلوكيات السلبية التي تتسم بالشدة والعنف معالجة في شريعتنا الإسلامية بالوصية بالرفق، عدم الغضب، 3 مرات كررها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كذلك لابد من نشر التسامح في المجتمع. هناك طريقان، جناحان لهذا الطائر. الجناح الأول يتعلق بالوعظ والتوجيه ووجود الشخصيات التي تكون قدوة في سلوكياتها. في المقابل الجناح الآخر الذي يجب أن يكون موجود معه كذلك العقوبات الرادعة. الشريعة الإسلامية جعلت عقوبات رادعة، أي واحد يتعدى على الآخر فإن له حق القصاص، فهذه تكون جناح آخر ورادع لكل من يتعدى على الآخرين. يشهد المجتمع الكويتي عددا كبيرا من السلوكيات السلبية في الآونة الأخيرة، وخاصة لدى فئة الشباب، ودعوة لمحاربتها كي لا تتفاقم المشكلة. ابتسام رمال، الراي. فعالية توعوية صحية بمرض السكر، وهي ثمرة التعاون بين اللجنة الاجتماعية لرئيس مجلس الأمة ولجنة الإعلام والتوعية في وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الصحي في الوزارة. وأكد المشاركون في هذه الفعالية أهمية التوعية والتعرف على الطرق الوقائية والأساليب المثلى للتغذية الصحية. يعود سبب ارتفاع نسبة السكر وخاصة النوع الثاني منه إلى عدد من العوامل، من أبرزها هي ازدياد نسبة السمنة وانتشار الوجبات الغير صحية وعدم الانتظام في ممارسة الرياضة، وهي سلوكيات صحية لا تقتصر على دولة الكويت فقط بل على معظم دول العالم، مما جعل الاتحاد الدولي لمرض السكر يضع هدفا للاحتفال هذا العام، وهي التغذية الصحية لمرض السكر. في العراق أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي أن القوات الأمنية العراقية صدت أكبر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، فيما أكد شهود عيان أن التنظيم سيطر على مناطق وسط المدينة. في غضون ذلك أفاد مسؤولون محليون أن 25 رجلا من أفراد عشيرة البوفهد قتلوا على يد داعش في الرمادي. من أجلك يا قدس شعار معرض التراث الفلسطيني 41 الذي ينظمه مركز التراث الفلسطيني، والذي سينطلق في 24 من الشهر الجاري. تقرير لمحمد الحياري. عيوننا إليك ترحل كل يوم،
ترحل كل يوم. في مقابل الحملة التهويدية على الأراضي المحتلة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، تأتي الجهود الشعبية لمواجهة هذا الحراك، ومن هنا جاء معرض التراث الفلسطيني والذي يعمل على ترسيخ هوية الأراضي المحتلة والحفاظ على موروثها وتقاليدها. المعرض رقم 41 من جملة معارضنا، بدينا من 92 نعمل معارض بالكويت، معرضين في السنة لهلأ. هلأ صرنا 41 معرض. بيحتوي المعرض على الكتاب، والكتاب كتير مهم حالياً، لأنه عم تطلع أكثر كتب عمالها بتطلع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع العام وعن الظلم اللي واقع تحته الفلسطينيين عمالها بتطلع. هلأ معرضنا حيكون تحت شعار من أجلك يا قدس، وانت عارف انه هلأ التهويد الممنهج اللي عماله بيصير في القدس والمعاناة الأهل المقدس عمالهم بيتعرضوا لها، يعني وجب علينا انه يكون هذا المعرض اي ريع له حيكون لدعم المستشفيات والمؤسسات التعليمية الموجودة في القدس. المأكولات والمطرزات التقليدية والقطع الفنية والخزفية المستوحاة من روح التراث الفلسطيني وغيرها الكثير تجتمع في المعرض الخيري الذي يصرف ريعه على الأسر المحتاجة. الخزف مثلا صناعات فلسطينية قديمة توارثوها جدا عن أب، في أولاد صغار كانوا يساعدوا أهليهم فيها، يشوفوا يعرفوا أنه هذا صناعتهم وهي صناعة فلسطينية. عندنا الصدف إسرائيل عم بتجرب تمنعه أو تمحيه كأنه مش من تراثنا، فلازم يعرفوا هدول الأولاد والجيل أنه هذا الخزف والصدف صناعات فلسطينية من زمان زمان متوارثينا إحنا أبا عن جد. وبيجوا العائلات والأولاد بتعلموا على عاداتنا وتقاليدنا وشو كنا نطبخ ونلبس وكيف بنلبس، فهذا بربط الجيل اللي بالخارج بفلسطين. ويعد معرض التراث الفلسطيني سفيراً يحمل ثقافة الأراضي المحتلة على أمل إيصال معاناة أهلها للعالم من أجل الحفاظ على هويتها. محمد الحياري، الراي. فعالية متميزة جمعت سيارات BMW M وBMW X، وذلك عبر فعاليات معرض BMW رود شو للعام 2014، والذي يتيح الفرصة لتجربة أحدث طرازات BM تحت إشراف فريق من المدربين المحترفين. اليوم نحن قايمين بفعالية اسمها M Meets X، أو لقاء الأم بالأكس. نحن بتعرف بأم دبليو عنا لاين سيارات مبني على الأم باور، اللي هم السيارات السيدان أو الصالون أو الكوبي بالهاي بيرفورمنس، يعني قاعد تتكلم عن 0-100 بحدود 4-4.4 seconds، فسيارات عالية الأداء بشكل كبير. وعنا طبعا الأكس لاين اللي هو الأكس. الضغوط البيعية وراء التراجعات المالية، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم مع الأخبار الاقتصادية. وفق تقرير اقتصادي متخصص، فإن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة سجلت تراجعا جماعيا إثر الضغوط البيعية القوية التي اتسمت بها معظم جلسات الأسبوع الماضي. وأوضح التقرير أن العديد من الأسهم التي تم التداول عليها تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات البيع والتسييل التي شهدتها نتيجة تخوف المتداولين من استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط. مسندم ينجز، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل.
من جديد أهلا بكم مع الأخبار الرياضية. إنجاز بحري عماني جديد تمثل بالقارب العماني مسندم والذي يقوده الرباني الفرنسي المعروف سيدني جافنييه بوصوله خط النهاية إلى جزيرة جوادلوب في سباق رود دورام، والذي يعد أحد أكبر السباقات البحرية في القارة الأوروبية، ويشترط السباق فيه مشاركة بحار واحد فقط. تقرير لأحمد العنزي. أكمل القارب العماني مسندم السباق المحيطي الفردي رود دورام الذي يعد أشهر السباقات المحيطية في فرنسا بنجاح، وقطع مسافة 3524 ميل بحري عبر المحيط الأطلسي في 8 أيام و19 ساعة، وتحقق هذا الإنجاز في السباق الفردي على يد الرباني الفرنسي سيدني خافيني. كنت أبحر مع سيدني صراحة تقريبا 3 سنوات، تعلمت كثير أشياء من عنده. الحياة في القارب، هو بحار يعني واحد من أفضل البحارة في الترايمران من هذا الأنواع القوارب، ففرصة جميلة أني أكون معه، أني أتعلم تضبيط الشراعات. الشراعات كبيرة مو سهلة. الحياة في القارب، قيادة القارب وقيادة الأشخاص اللي في القارب، فأنا ممتن كثير لسيدني. وجود سيدني في هذا القارب في هذا السباق شيء كبير جدنا جدا عندنا. أنا أثق ثقة كبيرة جدا بسيدني إنه ممكن يحقق فوز ويحقق إنجاز كبير، إنزين، لأنه هو مؤمن كل الإيمان بقوة المشروع، مشروع عمان سيل، وهو بحار ذو خبرة كبيرة جدا، وصار لفترة طويلة معنا نحن في المشروع، وعارف أهداف المشروع وعارف كيف يوصل لها إن شاء الله. المغامرة لم تكن سهلة، فخاض الربان سيدني تحديا كبيرا في مواجهة البرد الشديد والأمطار الغزيرة والأمواج المتلاطمة والرياح العاتية في خليج بسكاي المطل على السواحل الفرنسية والإسبانية. طبعا يجي مشاركة سلطنة عمان بشركة عمان لبحار في هذا المشروع أو في هذا السباق لها أهمية كبرى لسباق التحدي، يعتبر من السباقات التحدي الفريد، من أكثر السباقات المهمة في قطاع البحار، وأيضا له أهمية كبرى لترويج لسلطنة عمان ليس فقط في مجال البحار الشراعي أو أيضا كقطاع سياحي، لكن أيضا تقديم أهم موقع سلطنة عمان، وأيضا التوجه والأهداف من مشاركة عمان للبحار هي أيضا لإعطاء نبذة للعالم كله في كقطاع رياضي. مشاركة القارب مسندم في هذا السباق تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول الترويج للسلطنة العمانية في الدول الأوروبية كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتحقق الهدف من خلال زيارة الملايين للخيمة العمانية في وسط هذه القرية والمتحمسين للتعرف على السلطنة. أما الهدف الثاني تمثل بإلهام البحارة العمانيين الحذو حذو الربان الفرنسي في المغامرة والمشاركة في مثل هذه السباقات العالمية. أحمد العنزي، الرأي. لا يستحق أي طفل الشعور بالألم. تسوس الأسنان هو السبب الأساسي لألم الأسنان. باكتشاف أحدث ما توصل إليه طب الأسنان، أصبح التوجه الآن من العلاجي إلى الوقائي. لحماية أسنان أطفالنا، تنظيف الأسنان يجب أن يبدأ بأبكر وقت ممكن بمجرد ظهور السن الأول للطفل. قطعة شاش مبللة كافية بمسح الضرس بعد الحليب خاصة قبل النوم، وبمجرد بلوغ الطفل عامه الأول ممكن استخدام فرشاة الأسنان والمعجون، وبالعام الثاني للطفل يمكن استخدام معجون الأسنان بكمية بسيطة لا تزيد عن حجم حبة البازلاء. عيادة الميدان، نحن نصنع الابتسامة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @rmediagroup، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب. في أمان الله.